بتتعشى غير الليله دي؟ حموده، واد يا حموده. نعم يا خالد. بقول لك ايه، هات البرنس وتعالى انتوا واصحابكم دول ننزل خالتكم فيصل من فوق. يلا اطلع اطلع. بسم الله ما شاء الله هتقدر. يلا استنى استنى حمودة، فوتني الأول. خالتي مين؟ هيكون مين يا خالتي؟ يا أختي أم العروسة يا أختي. يا سلام عليك يا صفية، يعني هي الأوضة يا أختي ما كانتش تنفع قراية الفاتحة؟ يا لهوي، اللي هنعيد ونزيده بقى. هو تحكيم رأي وخلاص يا صفية. هو تحكيم رأي. هنقرا الفاتحة في بيت العروسة، يعني في بيت العروسة. قومي بقى يلا حمودة، يلا برنس، خش يلا أول حاجة. يلا يا اختي. على مهلك جاتك نصيبه. على مهلك، انت عملت حاجه يا ولد. اوعى كده انت وهو اول. دي الفراخ مالها يا اختي؟ ما مالهاش، عايزه تلم عدمها. لا تكون شايف عرسه ولا حاجه. لا مفيش عرس يا اختي، مفيش، اطمني، ده فراخ تاكل العرس نفسها. خدوا بالكوا بقى، قال يعني الفاتحه ما تتقريش الا في بيت العروس. على عيال يا حاجه بقى وعايزين يفرحوا. امال يا اختي الواد المنيل عبد الله راح فين؟ العريس راح يجيب الاستاذ تمام. يا واد اتعدل يا واد، هتوديني في داهيه. يا واد يا حموده اتعدل يا واد، بعد الشر عليكي من الداهيه. يا اختي اوزن ايدك يا واد. ايه؟ ما توزن يا حموده. يا ساتر يا رب. ده جاي من انهي مصيبه ده؟ ده ابن محموده اللي كانت جنبنا هنا. يا ساتر. روحي واد الناحيه الثانيه. اوعي كده انت يا حموده. اوعي ايه ده؟ يا بنت اوعي يا بنت انت وهي يا جماعه. يا عيال اوعي كده انت وهو. يا ساتر. على مهلك يا اختي. ايه ده؟ طب عزيزه يا حبيبتي. على مهلك. اقعد يا خالتي. اسم الله اسم الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انت شطتي لحماتك يا بنتك. ايه الشحطاطه دي؟ خلاص بقى يا حاجه وليله. خد يا خالتي. يا اختي خطوه عزيزه. الف هنا. يا لهوي يا صاحبي، اكتمي يا وليه، الراجل عيان وراقد الفضايح دي. ايه يا وليه، ما كناش نزغرط البت النهارده، هنزغرط لها ايه؟ بس تاكل وشها. يا حبيبتي قولي لي عملت ايه في الاوضه؟ اكلم لك صابر المنجم ايده تتلف في حرير. طبعا ما احنا هنكلمه يا حاجه. انا بس بقول يعني ان كده نستنى شويه على ما نتفق يعني على كل حاجه كده. واحنا كل ده لسه ما اتفقناش. بقول لكم ايه، احنا نهيص للبت شويه بقى. امال ايه؟ شش، وطي صوتك يا وليه، الراجل لسه خارج من المستشفى. هنوطي صوتنا هنوطي صوتنا. وطي ايه بس، مابقاش فضايح يا ساعتين يعني. يحيى ابوها وشنبو. يحيى ابوها وشنبو. اللي محدش غلبو. والله الفتحة نور النهارده، هينور. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ارموا شوية تراب على المية دي لحسن حد يتزحلق. والله رمينا ومفيش فايدة، الماسورة لازم تتصلح. تتصلح؟ عشان ابليس في الجنة، ماسورة ايه اللي تتصلح؟ هو في حاجة بتبوظ في البلد دي وتتصلح؟ يلا ربنا يصلح لنا الحال ونخرج منها على خير. على خير إن شاء الله، على خير. اتفضل يا أستاذ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، ازيك يا حاجه؟ اهلا وسهلا. زرنا النبي يا استاذ تمام. عليه افضل الصلاه والسلام. شرفتنا يا استاذ تمام، اول مره تخش بيتنا. ادينا دخلناه في الافراح يا بنتي اهو، ربنا يديمها. يا رب. انتوا نزلتوا ستكم عبد الله ليه بس؟ قال ايه؟ صفيه حكمت رايها، قال الاوضه عندي ضيقه وما تسعش قرايه الفتح. معلش يا حاجه، وجودك برضو مهم عشان تملى اليوم كله بركه. النبي يا اخويا، دي قله عقل وشحططه. خلاص ربنا يكفينا شر قله العقل والشحططه. ها نتكل على الله ونقرا الفاتحه. وماله يا استاذ تمام، انا يعني بس بعد اذنك حابه كده ان احنا نعيد الكلام تاني قدامك وفي حضورك علشان تبصم انت بقى عليهم. لا استنى،
يلا يلا يا اختي انت وين؟ يلا نطلع بره يا جماعه عايزين يتكلموا كلمتين. راجعين تاني يا حاجه وهنزغرط ونهيص للصبح. على مهلك يا ولاد. يلا بينا. على مهلك يا اختي. استغفر الله العظيم يا رب. مش محتاجة راجل يا أم صباح، مش محتاجة راجل. أنا يا أستاذ تمام عليا أوضة النوم وهم عليهم كراكيب المطبخ. قال لك كراكيب من أولها أهو. يا أختي ما يقصدش ما يقصدش. أمال في الساعة دي يا ابني. خلاص يا أستاذ تمام خلاص. ما تزعليش، حاجات المطبخ وشوية القطن والتنجيد عليهم. القطن آه، عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار وواحدة صغيرة. والقطن يكون سكيرتو. آه، مش أي قطن. سكيرتو ياما، سكيرتو إيه؟ سكيرتو إن شاء الله. آه. قلت ايه يا صفيه؟ موافقه يا استاذ تمام. مش كده؟ حاضر يا اخويا. لا حول ولا قوه الا بالله. وبتعيطي ليه دلوقتي يا صفيه؟ كان نفسي ابوها هو اللي يقرا فتحتها. تعيشي وتفتكري. بس هو انا مش مكان المرحومه ليه؟ يا خرابي، ده انت رجلك الحاره خربت. خلاص يلا باب البركه يا جماعه. نقرا فتحة عبد الله ابن نفيسة على صباح بنت صفية. بس اعذروني انا يا استاذ تمام. الله ندعي لهم كمان ربنا يبارك لهم وييسر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هدخل معاك عشان اعرفك من الشمال وفي اليمين. هدخل معايا بلبسك الميري ده؟ عادي. بقولك يا يوسف، خلينا اشتغل بطريقتي. انت مستعجل على الشغل قوي كده ليه؟ بكره الباشا بتاعنا هيريك شغل. ولا يهمني. بيني وبينك انا اللي يهمني حاجه واحده بس، ان انا اجيب تقدير حلو قوي في الليسانس السنه دي. ربنا معاك ابو صلاح. بكره تاخد الحقوق وتعلق الدبوره وتنسانها يا عم. عيب يا جدع، ما شاء الله انت اول واحد تتعلق. سلام يا يوسف. خلي بالك على نفسك ابو صلاح. ها طب انجا وكده. ما تقلقش. امان امان. سلام. صفاء فين يا امه؟ خضتني يا اخويا. صفاء فين يا امه؟ بايتة عند خالتها. ايه مالك؟ وتخليها تبات عند خالتها ليه؟ وفي ايه انا لما تبات عند خالتها؟ يا اخويا ما تخافش على اختك، اختك تشرف في اي حته تروح. روح نام انت بقى. انام؟ هكلم خالتي الاول. وسيبيها تبات بره ليه؟ ما عندناش بيت. الو. ايوه خالتي. ايوه يا صلاح. لا يا حبيبي نايمة. هو في حاجة؟ لا أبدا، كنت بطمن عليها. طيب يا صلاح تصبح على خير. وأنت من أهل بتقولي نامت نامت. ما هو مش معقولة يا خالتي 24 ساعة بيراقبني، بجد بقت حاجة تخنق. خايف عليك يا بنت. خايف عليا من ايه؟ هو انا عيلة صغيرة؟ اتصل وعرف ان انا عندك، ايه لازمته بقى خليني اكلمها؟ مش مصدق يعني ولا ايه؟ والله ما خدت بالي، ده يبقى واد قليل الادب لما اشوفه. لو النبي يا خالتي ما تتكلميش معاه، احسن يعمل من الحبه قب. ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه. طب يلا نامي تصبحي على خير. انت من اهله. لو عوزتي تاكلي ما تتكسفيش، اندهي عليا انا صاحيه. حاضر. ايوه يا خالد. بقول لك ايه، انا مش هعرف اكلمك دلوقتي، خالتي صاحيه وصلاح رايح جاي يتصل، فلو لقى التليفون مشغول هيطين عيشتي. لو سهران شويه ممكن اكلمك.
حبيبتي. انت يا راجل يا جوزي. صباح الخير. صباح ايه؟ ده الظهر. انت الظهر؟ الله، مفتاح الصيدليه في ايه؟ الله، مش انت قلت لي اديها لتامر عشان يفتح هو؟ يا ناحيه قلت لك 100 مره ما تديلوش المفاتيح يفتح اللكسخانه لوحده. يا راجل ما انا دخلت سالتك وقلت لي اديها له. قالوا ايه؟ وايه اللي انت عاملاه ده؟ عامل لنا فنجاله قهوه ساده. على فكره يا عطيه، انت ما تطقش الصبح، واللي يشوفك بالليل ما يعرفش يشوفك الصبح. قصدك ايه يعني؟ ما قصديش، هقوم اعمل القهوه. يا ناهد 100 مره قلت لك انا مش عايز يروح يفتح لك زخانه ولا يخش الحاره دي من اصله. ليه يا اخويا؟ يكون شنخه ولا هيخطفوه هناك؟ ما تكبرش الموضوع واتصل بيه. صباح الخير. السلام عليكم. ثانيه، ما بيردش. السلام عليكم، صيدلية النور. ايوه يا سيدي. ايوه يا بابا. انا مش 100 مرة قلت لك ما تنزلش زفت الأجزخانة دي الا وانا معاك يا بابا. يا اخي بابا ايه وزفت ايه بقى؟ انتوا ما بتسمعوش الكلام ليه؟ ده ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ما تديش مفاتيح لحد، اقفل وامشي. انا هنزل افتح معايا المفتاح الاحتياطي. يلا يا اخويا. الدقي الدقي زحمه قوي دلوقتي. امبارح ده رد عليه. ايوه. لا معلش، اصل انا كنت في الحمام. اوامرك. شغال. 5 دقايق بالظبط واكون عندك قدام القهوه. ماشي ماشي يا مسهل. ايه وزفت ايه؟ قلت لك 100 مرة ما بشربهاش في فناجين، أنا بشرب القهوة في كوباية، إيه؟ في إيه يا عطية؟ نهار أسود عليا النهاردة، مالك؟ خلاص يا جميل حقك عليا؟ إيه يعني؟ نشربها في كوز، ما دام من إيديك الحلوة، خلاص. ما مش كده يا عطية، من الصبح يا أخويا زعيق، كان يوم أسود يوم ما نزل يفتح فيه الصيدلية. ما أنا يا حبيبتي مش عايز ينزل الحارة دي من أصله ولا يشتغل في الصيدلية، وقلت الكلام ده 100 مرة لما قلب اتنهى. خلاص يا أخويا، أنت وابنك حرين في بعض، اشربوا بعض. اعمل حسابك الشغالة جاية بكرة. ودي هتاخد كام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ وهتجيب لنا الأكل معاها ولا إيه؟ معقولة يا ناهد شغالة بألف جنيه علشان 3 أنفار في البيت؟ أيوه، قول بقى كده. قول إنك جايب خدامة ليك أنت وابنك. لا يا جميل، فهمتني غلط، ده انت ستنا ستنا وتاجر اصلا. ما هو كان كلامك قبل الجواز مش كده. قول بقى ان ما يهمكش ضوافري، ما يهمكش تدخل البيت تلاقيني غرقانه في ميه الغسيل، قول ما يهمكش ان انا يبقى شعري بايظ وما اروحش كوافير. قول. لا بقى ده كلام ضوافري؟ ده احنا خدامين ضوافري، ده احنا نمشي على ضوافرنا في سبيل ضوافري. بقى ده كلام بس بقى على شرط ما ترجعيش بقى تزعلي وتقولي لا، اصل البنت الخدامه دي شغلها وحش، اصلها قليله الادب، بتقل ادبها عليا. لا ما تخافش، الولايه اللي جايبها بتقول عليها شاطره قوي. طبعا لازم تكون شاطره، امال قدرت تلهف مني 1000 جنيه في الشهر ازاي؟ ايه
ناولين ربع يا منى. ايوه يا باشا هو سبته يا باشا زي ساعتك ما امرت. حاضر يا باشا. الله يكرمك، اطلع بقى رجع العربية وادفع إيجارها. هيحصل يا ريس، السلام عليكم. السلام. الواد بلال يا راجل يابا. على الله لما يمسك قرش ما يتعوجش علينا. ما تقومي يا ولية، أنت هتفضلي نايمة للعصر. أوه. ما انا قايمة من النجمة عشان افطر العيال، سيبنا انام شوية بقى. خليكي نايمة. خد يا منى. جيب لنا 2 كيلو كباب على كيلو كفتة وشوية سلطات وعيش من فرن. ما تهدى بقى شوية يابا، مش معقول كل فلوسنا رايحة على بطننا. أنت مش شايف القرف اللي احنا عايشين فيه؟ يوه يا منى، أنت ما بتزهقش حوارات في المواضيع دي. ما تخلينا نقب على وش الدنيا. نفسي أطلع البلكونة وأبص على منظر عادل. أنت مش كل ما تطلعي معايا وتشوفي الفلوس دماغك تنقلب. المرشدين كتير في الحارة يا منى، وأي فلوس هتبان من غير سبب هنتحط في الكشف. يا سلام، هو احنا يعني بس اللي بنبيع؟ ما نص الحارة بتبيع. اهدي شوية يا منى، اهدي يا بنتي. أي فلوس بعملها ما هي ليكي ولإخواتك. أنا خايفة عليك يا زيزو. ما تخافيش، روحي بقى أجيب الكباب، هموت من الجوع. ما تقومي يا وليه وخلي عندك حصوة ملح. خلاص خلاص هقوم، بس دي واحدة بس. دي ايه الولية الجبلة دي؟ يا اختي تقدري على قاعده في الجامع يا وليه؟ لازم تخلصي الدرس كله. طب وانا في الجنه. وانت مالك انت؟ الله، وانت ما بتروحي طول النهار يوم الحد تلزقي في الكنيسه يا بنت؟ حد بيقول لك حاجه؟ يا اختي يا رب انا اقدس وانت تحجي في نفس اليوم. من بقك لباب السما. بس ستر البنت الاول. وليه عبد الله حجناني؟ ما تفهميش ليه مصممه على مرتبتين؟ لا اله الا الله يا اختي، ده احنا دخلنا على ربع مرتبه، لا قلنا اه ولا اي. ما هي مش عايزه ابنها يتوجع. سعاديه. بس انطر القطن بقى غالي قوي. ربك هيسهلها. يا رب. خايفه ما سطرش البنت. يا لهوي. ده انا تبقى وكستي مش على حد. انت مش هتقبضي الجمعيه الشهر ده. ده هي دي نجدتي. ربنا بس يشفيها عم منصور يا رب. بقول لك ايه؟ ما تيجي بكره الصبح نروح نشق عليه. وماله هنوبنا سواب؟ سواب انا هاخده لوحدي، انت مالك انت؟ يا اختي نصصي بلاش طمع، انت حبه ولا حبه. لذلك يصل الحجيج الى جبل عرفات. هناك تبدأ الشعائر الدينية كما أمرنا الله. سامع يا واد؟ حتى غروب الشمس. بيقول لك هنقف على عرفات لحد المغرب. النبي تنولها لي يا رب. يا رب الاقي فرد الشبشب السودا، كانت هنا، راحت فين؟ عملت إيه يا واد في الصور بتوع البازابورت؟ الصور اللي معاك يا أبيض وأسود ما تنفعش، لازم تتصوري. ده ما تصورني يا أخويا. أصورك إزاي؟ أقرب مصورتي بعد 2 كيلو من هنا، أشيلك على كتفي وأجري ولا أعمل إيه؟ جيب لي المصورات يصورني هنا. إزاي بس يا أمي؟ إزاي؟ يا واد انت مخنوق عليا كده ليه يا واد؟ كل ما اجيب لك صوره الحج
قولي لي اعمل ايه وانا اعمله واحط جزمه قديمه في بقي. انت ايه وقت هتدفع لي حاجه من جيبك في الحج ولا في الصور؟ اسم الله. ها فين الشبشب ايه؟ بس انت روح قول له الحاجه نفيسه النبي يا رب تسمعها مني. قول له قول له امي هتحج، قول له عايزاك تجي لها الاوضه تصورها واللي هو عاوزه ياخده. حاضر ياما. النهارده يا واد. حاضر ياما. في حاجه تاني؟ رد عليا كويس يا واد، مش كل ما اجيب لك سيره الحج لسانك يتعوج. الله. حاضر. وكلت الفراخ؟ وربنا اكلت الفراخ. طب غور غور من وشي يا واطي. حاضر حاضر. غور جاتك غارت غرغرت. بطل دوشه يالا، بطل دوشه. الو، بقول لك ايه؟ ابعت لي عربيه. في زبون لغيته على 70,000 وشكله جاي، هيبقى هنا على 5:30. لو مش هتقدر تيجي ابعت لك حد ياخدها. ما ترغيش في فلوس قدام الزبون. يلا مع السلامه. ازيك سناء؟ نحمده يا اخوي. فوت على ابوكي؟ ايوه بس تعبان قوي والله يا سعيد. دايله يا سناء ربنا يشفيه. ادينا بندايله وبنقرا له قران ليل نهار. في حاجه سناء؟ ها؟ لا يا اخويا ما استغناش. بص يا سناء، انا فاتح المحل ده على عيني، الناس واكله وشي، ابويا رايد وانا فاتح المحل. بس اعمل ايه؟ انت عارفه بقى مصاريف الدواء والاكل والشرب على اللي داخل واللي خارج. مستوي يا اختي. انسي ال 20 جنيه بتاعت كل يوم. انسى انسى ازاي يا سعيد؟ واكل انا وعيالي منين؟ الله، وانت مش في عصمه راجل؟ قولي له يتحرك شويه بدل البلطجه اللي هو فيها. يوه، وايه اللي دخل جوزي دلوقتي بالموضوع؟ انا ليا في المحل ده زي ما انت ليك بالظبط. انت بتعلي عليا صوتك في الحرس. انا استغفر الله العظيم يا رب. معلش هلمها يا سعيد عشان خاطر ابوك التعبان. بس اوعى دماغك تاخدك للي بتفكر فيه. ها؟ لا يا اخت، انا ما بفكرش في حاجه. ولا دخل العده وقفل المحل. مش صاحبه عيان يتقفل بقى لغايه ما صاحبه يجي؟ يبقى هاتي له انتوا الدواء يا اخت بقى. ماشي يا سعيد، اقفله ان شاء الله حتى تولع فيه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. افتح على المحل. قوموا يا عيال يلا عشان تدفعهم يا فرح. يا سناء مالك؟ راكبه 100 عفريت ليه؟ يا اخويا سيبني في اللي انا فيه بقى، ويلا يا عيال عشان تاكل. منك لله يا سعيد يا ابن نعيمه، منك لله. امال ابويا لو مات كان عمل فينا ايه؟ ايه؟ عمل فيك ايه اخوك تاني؟ عامل مسود ومنيل، قفل المحل ومش عايز يديني ال 20 جنيه اللي ابويا كان سايبها لي. كنت لسه شفت منه حاجه، ده كان صاحبه وانا عارفه كويس. خلاص يبقى احنا لازم نقفله ونوقفه عند حد. كل يا واد، ولا اقول لك ما تدفعوش؟ قوموا يلا غروا من وشي. قوم هتاكل ولا اعمل لك شاي؟ اعمل لي شاي. ماشي. وإذا كانت هذه الأشياء صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها جريمة في حد ذاتها، يجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال حتى لو لم تكن ملكا للمتهم. ملكا للمتهم. هي قويك يا حبيبي. أو النبي ادعي لي يامه. إلهي ربنا يجعله من حدك ونصيبك، واشوفك ظابط قد الدنيا يا صلاح يا ابن بطني، وينجح اختك قادر يا كريم. ويهديها، ادعي ان ربنا يهديها. يو، ما اختك كويسه والحمد لله. انت بس اللي شغلك في الاسم مخليك شاكك في الدنيا كلها. وبعدين ما تنساش انها بنت جامعيه. ياما انت فاكره الجامعه دي ايه؟ ده شارع كبير فيه الحلو والوحش واولاد الحرام. وخلي بالك ما بوص البت غير البت اللي زيها. اصحابها كلهم بيقولوا لها لحد هنا، وعارفين انهم كويسين واولاد حلال. برضه خلي بالك. ربنا يستر. اعمل لك لقمه تاكلها؟ لا شكرا. بس بقول لك ايه؟ لو حبيت تجيبي بطيخ بعد كده قولي لي انا اجيب لك. بطيخه مسخه بس سكر من ايديك. روح يا شيخ. الهي ربنا يبارك لك ويخليك ليا قادر يا كريم. لو وصلت حاجه انا بره وبانده عليا. يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبه جنايه او جرم ان يحكم بمصادره الاشياء المربوطه في الجريمه التي استعملت او التي من شانها ان تستعمل فيها دون الاخلال بحقوق الغير. حسن النيه.
الحق سبحانه وتعالى يقول: وهكذا نجزي المحسنين. يعني البني آدم مننا لابد إنه يقوم الليل يسبح ويعبد، يعبد الله ويصلي، يعطيه الله ثمرة إحسانه. يعطيه الله إيه؟ ثمرة إحسانه، ويمده بالحكمة والعلم والصبر. أيوة الصبر. لازم الإنسان مننا يا أولاد يصبر على ما ابتلاه الله ويتقبل قضاء الله وقدره. يعني إيه؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الواحد مننا فقير، خلقه إيه يا شوقي؟ فقير. فقير لازم يستحمل ويصبر ويشتغل ويتعب ويجد ويجتهد في عمله. أم ربك سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول له: قبلت قدري وأحسنت عملك فخذ جزاءك. خذ إيه؟ جزاء. خذ جزاءك. عشان كده يا أولاد تلاقوا كل العظماء اللي في الدنيا، والعظمة لله وحده طبعا، أنا أقصد كل الناجحين الواصلين من النوع اللي صبر واستحمل وصبر على ما ابتلاه الله وعلى قضاء الله وقدره. ولا إيه يا أولاد الكلب؟ تنمتوا؟ طب قوموا ناموا، نامت عليكم حيطة. إيه أنا بدي الدرس للهوى؟ لا يا أخويا كمل كمل، كلامك حلو قوي. كملي نوم أنت يا زينب. بل كمل كمل كلامي حلو، أنت سمعت حاجة من كلامي. يلا يلا خدي بنتك وروحي ناموا. يلا يلا بنت عايشة. معلش يا أخويا، معلش تعرف أنا بصحى بدري عشان العيال. يلا يا عايشة يلا. يلا يا أختي الله يعينكم. كمل يا أخويا كلامك حلو كمل. الله يعينكم. تصبح على خير. أنتوا من أهله الله يعينكم خالص. ما تقوم يا أخويا حصل أمك وأختك أنت كمان. لا يا حاج انا قاعد معك شويه. بجد يا شوي؟ ولا شوي انت فهمت اللي انا قلته، ولا تحب اعيدهولك مره تانية وافهمهولك بطريقه مختلفه؟ فهمت فهمت طبعا يا حاج. انت عارف يا شوي يا ابني انا نفسي في ايه؟ في ايه يا حاج؟ نفسي انك تشتغل اي حاجه اي حاجه. الراجل يا ولد اتخلق عشان يشتغل ويعمر الدنيا. ما على يدك يا حاج. اشتغل فين بس في البلد دي؟ اشتغل فين؟ ما هو ده الغلط. شوقي يا ابني اصحابك اللي هم سافروا بلاد بره عملوا لهم ايه في بلاد بره؟ استقبلوهم في المطار وشغلوهم على طول؟ لا يا حاج، يعني اكيد قعدوا يدوروا على شغل شهر ولا اتنين لغايه ما ربنا كرمهم واشتغلوا. يعني ساعوا ودوروا؟ سعوا فين؟ في بلاد بره. طب ما كانوا يسعوا في بلاد جوه احسن لهم، كانوا دوروا على شغل بلدهم وكان ربنا هيكرمهم ان شاء الله. انما انت انا عمري ما شفتك بتدور على شغل. هدور فين بس يا حاج؟ يا ابن البلد كبيره سمي بالله كده واقصد كريم ودور، وان شاء الله ربنا هيعطرك على شغل كويس. حاضر حاضر يا حاج، من بكره الصبح هنزل ادور على شغل. انت بتاخدني على قد عقلي يا واطي. من بكره الصبح؟ ما انت كل مرة بتقول لي من بكرة الصبح، ولا بتدور ولا بتنيل. بقول لك ايه؟ هو انت ما هتشتغل؟ هتكبش وتديني يعني؟ يلا روح روح، جي المهب بجد كل بلد، لم ياد السجاجيد ورجع الصلاة زي ما كان. يلا يلا. حاضر. استنى بس احط الحزام اهو. بالراحة. روح يا مرة عند اخواتك يا حبيبتي، الاكل خلص لما اخلص اللي في ايدي. بالراحة بالراحة يا بنت، هتقطعي شعري. ماشي يا زيزي، خلاص خليك انت بقى وانا اروح انا ليهم. ما بلاش المشوار ده. انت يا واد يا سيد، اطلع يا واد قبل. هو ده الشغل يا بنت؟ ضربة واحدة ونخلص. طب خد الواد بلال معاك. ما ينفعش. فين الشنطة؟ هي عايز ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معاه كلب. ايه ده؟ ما تخافيش، ده اوان تصد بس او يخوف. هات الشنطة. سلامة الله يا اخويا، ربنا يستر طريقك. ربنا يوفقك يا رب.
ايوه حبيبي. لا اطمن، المراكب لسه واصله حاجه طازه كاستره. ايوه. ده كلام برضه يا رجاله؟ اول يوم اجي لكم الاسم تنزلوني ماموريه وش على طول كده؟ انت لسه شفت حاجه؟ الدايره صعبه ابو صلاح. لا 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 يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ اوه 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 اوه. حاضر. ده بقى صلاح كده يجرى لك حاجه؟ ضعت يا يوسف، مستقبلي ضاع. يا عم لا ضعت ولا حاجه، هتعدي صدقني. ما كنتش عايز اموته، ما انت انت كنت موجود يا يوسف، والله العظيم كنت عايز اموته. عارف، مصدقك. انا ضربت طلقه في الهواء وطلقه في الارض، قعد يرد عليا. والله العظيم ما اعرف لو هو مسدس في شنك، والله العظيم ما كنت اعرف. عارف، اهدى بس، اهدى. هيعملوا معايا ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، تعدي على النيابه تقول اقوالك وهيفرج عنك، لان دي مش اول مره تحصل. أنا عايز أكلم البيت، عايز أكلم أمي. ما تكلمش حد دلوقتي لما تهدى. خد يا ابني تعال اشرب العصير. عصير إيه يا عم؟ أنا ماليش نفس الحاجة خالص. يا عم اشرب عشان تصلب طولك وتعرف ترد قدام وكيل النيابة. فتحت؟ لا لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا استاذ تمام. ايه الاخبار؟ مفيش فايدة، دماغها ناشفة مش عايزة تفتح لحد. لا حول ولا قوة الا بالله، كلنا لها. ابوها برضه معلش. امها جوه يا بلال؟ ايوه استاذ تمام، امها جوه. طب ما تحاول معاها انت يا استاذ تمام، يمكن تفتح لك. هحاول. اتفضل حاول معاها والنبي. افتحي يا منى، افتحي يا بنتي، انا عمك تمام. يا بنتي عيب كده، ده انا اول مره اخبط على بابكم. افتحي، انا هتكلم معاكي خمس دقايق وامشي على طول، مش هطول. افتحي ما تخافيش، انا لوحدي. ايوه يا استاذ تمام. ايوه يا اخويا. صح. ايوه يا اخويا. قتلوا. قتلوا يا استاذ تمام. الحكومة قتلت جوزي. جميعا. اروح فين ولا اجي منين؟ اسكت ولا اتكلم؟ ولا اعمل محضر في الحكومة؟ قول لي اعمل ايه؟ ما تتكلم. سكت ليه يا استاذ تمام؟ سكت ليه؟ سكت ليه؟ اقول لك تعمل ايه؟ وحدي الله في قلبك. اه واحدة لنا من غيره. بنوحده يا اخويا قبل ما يموت وبعد ما مات. وفي كل اهدان. هو احنا ورانا حاجة غير لا اله الا الله محمد رسول الله؟ البنت هتموت من ساعة ما سمعت الخبر جالها بالسكتة. معقولة؟ معقولة يا ولاد؟ معقولة اللي بيحصل ده؟ اعمل ايه؟ مش كده يا مونة، مش كده، حرام عليكي. اهدي انت بس وسيبي مونة عليا. هاتلي حاجة اسكت، مش هتكلم اكتب خالص. اسمعيني كويس يا مونة بنتي،
قال الله تعالى في كتابه العزيز: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني يا بنتي لما حد فينا يمر بموقف صعب زي ده لازم يقول قدر الله وما شاء فعل وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عيطي يا منى عيطي يا بنتي، البكا فرج وتطهير للنفس. أنا عارف إن أبوكي ألف رحمة ونور عليه كان عزيز عليك قوي، بس مهما كان ما يعزش على اللي خلقه، ولا إيه يا منى يا بنتي؟ وهو دلوقتي بإذن الرحمن في مكانة عالية هيكون مسواه الجنة إن شاء الله. ادعي له يا منى، ادعي له. لبسته الحزام وسرحت له شعره قبل ما ينزل، شكله هيبقى حلو قوي وهو هيقابل ربنا. الحشيش حرام؟ حرام. طب والقتل؟ أشد من الكبائر. يبقى لينا حق لازم ناخده. هتاخديه من مين ولا مين يا بنتي؟ دي حكومة، حكومة. وبعدين احنا سمعنا ان اللي قتله ما كانش قاصد، يعني ضربه بالنار غلط، قتل خطأ. اللي يطلع طبنجة من جيبه بيصلحها مش عشان يزمر بيها، عشان يقتل. انت كده بتفكري غلط يا منى. تصدق بقى ان انا اول مره افكر صح. مش هنزل دمع من عيني الا لما اخد له حقه. هيا صلاح، ممكن بقى توصف لي وبالظبط ايه اللي حصل يوم الحادثه؟ حضرتك انا كنت ضمن قوه الضبط واحضار لالقاء القبض على المجني عليه. فوجئنا بالعربيه البيجور المبلغ عنها حضرتك فندم بتقف قبل الكمين بحوالي 50 55 متر. العربيه لفت وجرت عكس الاتجاه. حد الضابط امرنا ان احنا نطرد السياره. ومحدش في القوه كلها عارف ان المسدس اللي معاه ده مسدس صوت. حضرتك يا فندم محدش كان يتوقع ان هو معاه مسدس صوت. يا فندم انا كنت في حاله دفاع شرعي عن نفسي. القانون بيقول ينشأ حق الدفاع الشرعي، بس تقارير المراقبه بتاعتنا بتقول انه كان تاجر صغير وما بيشيلش مسدس. ايوه يا فندم انا كنت ضمن القوه حضرتك ومش هستخدم المسدس غير بامر حضرتك الضابط. يفرج عنه بضمان وظيفته. اتفضل يا فندم. ايه ده يا ابني؟ طلب نقل من الاسم يا فندم. انت مش لسه جاي الاسم من شغل؟ لحقت يا فندم؟ انا في اول مأموريه قتلت واحد عن طريق الخطأ. وبعدين ايه الاسم عتبت وحش عليك؟ يلا روح على شغلك بلاش كلام فاضي. تحت امرك فندم. اسمع. امر فندم. خد اجازه اسبوع. الف شكر فندم. اشربي يا زينب يا اختي. تسلمي ايديكي يا اختي. ايش حبيبتي الا قولي لي بقى منى عامله ايه دلوقتي؟ اهو زي ما انت شايفة طول النهار نايمة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طب خدي خدي يا حبيبتي خدي دول تاني. ما انت بعتي لي قبل كده كتير يا حبيبتي. خير ربنا كتير واولاد الحلال كتير. خدي واستهدي بالله كده بقى امسكي. الا قولي لي بقى يا وليه انت ما بتصليش ليه؟ الا عمري ما شفتك ركعتيها. النبي يا اختي انا كنت بصلي ما اعرفش ايه اللي جرالي. هو انت لسه صغيره انت كبرتي بقى. الدنيا يا اختي ما حدش قاعد فيها ومتفاته. ادعي لي ادعي لي يا زينب يا اختي بدل بنتي. يا اختي ربنا يهديكي ويهديها قادر يا كريم يا رب. بس صلي يا حبيبتي. هصلي هصلي. طب يلا قوم انا بقى احسن استاذ تمام زمانه قلقان عليا. لسه بدري انت ما شربتيش شاي. معلش يا اختي اشربيه انت ومنى. يلا برضه كده بدري من عمرك. يلا سلام عليكي. تسلم خطويكي. الله يخليكي يا زينب يا اختي. اسم الله عليكي. السلام عليكم يا اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يهديك يا حبيبتي. عليك مجبورة الخاطر يا رب. ما تصليش. هصلي باذن الله يا حبيبتي.
انت صحيت يا منى؟ هتفضلي تاخدي فلوس من الناس لحد امتى؟ يعني عايزة اعمل ايه يا حبيبتي؟ انت هتشحتي علينا؟ لا هتاكلي منين انت واخواتك فاهميني؟ يا اختي خلاص هنزل الشغل من بكره. يا ريت يا حبيبتي يا ريت. هو انا مبسوطه بمادة ايدي للناس؟ الله يرحمك يا زيزو، ما عرفناش امتى غير الايام دي. وبعدين انا ما بشحتش ولا اخد حاجه من حد، الست كتر الف خير حاسه بظروفنا. لو حد تاني اداكي اي حاجه قولي له بنتي منى بتشتغل. مالك يا حبيبي؟ هو انت يعني كنت قصد تموته؟ ابدا والله يا ابني، الظاهر القلب ضعيف ماليش في الشغلانه دي. يا حبيبي ما تقولش كده، ده انت قدها وقدوه، ده نصيبك. بقول لك ايه، ما تقوم تاكل لك لقمه. ماليش نفس. لا حول يا رب. راجل غبي ضيع نفسه وضيع عياله، ماشيل المسدس صوت، يا ريته ضربني المسدس حقيقي كان ضميري ارتاح. وانت تعرف منين يا حبيبي ان مش مسدس حقيقي وفيه رصاص؟ استهدى بالله كده وقوم كل لك لقمه علشان تسلك طوله. قلت لك ماليش نفس ومش عايز حد يدخل عليا. ربنا يهديك يا ربنا يهديك يا دنا. جوزها عم يا بيه عبد الباسط من الطبلاوي معايا السوديس. جزء عمة عبد الباسط الطبلاوي. أجزاء السيرة أجزاء السيرة أجزاء السيرة يا بيه. خدي عايز الأجزاء كلها؟ لا لا دي علشانك مش 10 رايح. لا يا اخوانا بشتغل، حد قال لك اني بشحت؟ خليهم لك. عبد الباسط والطبلاوي. مالك لو يا بوزك ليه؟ مخنوقة يا أمه، بقالي ساعتين وما بعتش غير شريط واحد. خدي. اديني والنبي شرايط المزيكا. خدي ربنا يفتح عليك. يلا ابعت ابعت يا رب. واخد اجازه وقاعد في البيت. ده انت جاحد. عايز نعمل ايه يعني؟ اطلع اسكندريه يومين اغسلنا فوخه. صوره الراجل اللي مات ما بتفرقش عينيا. انت بس عشان أول مرة تضرب حد بالنار. اه وأنت بقى اللي ضربت ناس كتير ياما بالنار. يا عم ده تاجر مخدرات حلال فيه الموت. في رقبته كم عيال. انسى بقى أبو صلاح انسى. ازيك يا حاج؟ قول يا أخوي لحسن من ساعة الموضوع ده وعينه ما شافتش النور. هو بس يغير جو وينزل من البيت ويبقى تمام. اقعد بس اشرب الشاي بتاعك. اه بقول لكم يا اولاد تحبوا اعمل لكم لقمه كده تاكلوها؟ لا متشكرين يا حاجه لسه واكل. شكرا يا ام سيبينا لوحدنا شويه. طيب يا حبيبي. بيشرب شاي. انا عرفت ان الراجل اللي مات ليه بنت كبيره هي اللي بتصرف على العيال. اه بنت بتسحب بشارات في جامعه الدول وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع. انا شفتها مره في المراقبه بس كانت لابسه شرب على دماغها ما عرفتش شكلها بالظبط. اه بنت حلوه خلي بالك. وانا مالي حلوه ولا وحشه؟ ابوها مات وخلاها تشيل المسؤوليه. تعال مروق بقى، انت مش وراك كليه؟ ما بتروحش ليه؟ ولا كسل؟ لا كسل ايه؟ ده مستقبلي ما انت عارف. طب يلا يا عم بقى عشان تعلق الدبوره وتفرحنا. يا رب. يا صلاح احنا بندافع عن حقوقنا. حقوق ايه فاهميني؟ انا دخلت كليه العلاج الطبيعي وحلم عمري ان انا اكون دكتوره. وان شاء الله هتبقى دكتوره، مين اللي قال غير كده؟ لا في ناس عايزه تسحب التخصص مننا وتديه قسم الطب الطبيعي. نازل يا ابني. شكرا انت. وانت شايف الحل بقى؟ اللي انت ترمي كل يوم في الارض ولا انا اجري المك من الاقسام؟
تخافش عليا يا صاحبي. أنا مش خايف عليك، أنا خايف على نفسي. وعلى أمك زي ما قلت لك، لو حصل لها حاجة وربنا ما هسامحك. قومي، قومي روحي يلا، قومي. وحسك عينك أشوفك في المظاهرات. قومي. لك شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الظبط الظبط منك له ذاكر ذاكر. في ايه ياما في ايه؟ العيال بتنام على راحه وهي بالذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع مذاكره والمدارس، دول مش رافقين في اي حاجه. قوم يا ولد قوم منك له يلا اتخمدوا. ما عرفتش حاجه يا بلال. مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه، ما فيش حد كده نديله قرشين واعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين. يا خبر بفلوس بكره يرخص وهعرفه يعني هعرفه. ما خلاص يا بنتي بقى كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت ياما سهل. مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت ايه؟ معلش عشان عندي مصلحه بكره. تصبحوا على خير. بقول لك ايه؟ مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. وربنا معاك. يا رب. استلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. قدام المحاصيل. دي شويه شرايط بستلزق بيها. وبعدين خلاص جت عليا انا. ده انا بجري عليا تاني. بس يا بنت. صلاح. اه يا باشا. شوف لك سالفه في المحضر ده وانا داخل الحمام. ماشي؟ ماشي يا باشا. خلاص انت يوسف روح وانا خلاص المحضر. ماشي. اسمك ايه؟ منى عباس احمد. منى ايه؟ عباس احمد. معاك خطاب؟ ضايع بس معايا صورتها. البدن انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه، ما لقيتيش غير المهندسين تروح تسرحي فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان محدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذة ما بيدفعوش غير في المهندسين أو الزمالك. شكلك كده مش وش بهدلة. هعمل لك محضر أساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وإن شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابة. تسلم. قلت لي اسمك إيه؟ منى. منى إيه؟ منى عباس أحمد. أحمد أعمل شوية قهوة. مادام مفيش بتحوم ليه حوالين المنطقه؟ قلت لك مفيش حاجه يا خفيف. انت عبيط يالا، ما تنطع انت منين؟ جرى ايه يا بلال؟ جرى ايه؟ الباشا البلوكامين الجديد بتاع الاس. ها؟ لا مؤاخذه يا باشا، اتفضل يا باشا. يا ساتر. اتفضل. مؤاخذة. هقوم اعمل لك شاي. لا شاي ولا حاجة. الواحد نفسه مقطوع طول النهار مش شاي. طب انزل اجيب لك حاجة ساعة. لا ساعة ولا سخن. اقعدي معايا شوية. معلش بقى البيت مش قد المقام. لا ده حلو قوي.
صوره ابويا. افتح يا واد، انت مش سامع؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. يا دكتور صوف صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت يا واد جيهم. والله انتوا ما تربيتوش جيهم العيال. احمد الله يا حضر. اتفضل. يا اهلا وسهلا. اعمل لك كوبايتين شاي يا ام. حاضر يا حبيبتي. كده يا منى. عشان انا وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي. قولي يا صلاح. يا لهوي. اقول لك صلاح عاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو. شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت. وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. بتكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبت لك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعادة الباشا يا ريت، على الأقل تتلم من الشوارع. بس أنا يا دوب بفك الخط ولا معايا شهادة ولا صنع. الشغلانة دي مش محتاجة الكلام ده، هتشتغلي في مشغل وأحلى ما فيه إن كله حريم. خلاص يا بت، اسمعي كلام سعادة الباشا. اتفضل. صلاح، صلاح يا أمي. خلي البساط أحمدي. شكرا. صدق اول مره اخرج مع واحد. تكلمي جد يا منى؟ هو ايه يا اخويا ده؟ كل ما اقول لك حاجه تقول لي بجد بجد. اه بجد. بطمن بس. لا اخو اطمن، اول مره اخرج مع واحد. عارفه انا جايب لك ايه؟ ايه؟ خاتم. ليه انا؟ اه وربنا يقدرني وغرقك ذهب ولبس وكل حاجه. امسكي يا بركه دعاكي يا امي. ربنا بعت لي الراجل اللي طول عمري بحلم بيه. يعني مبسوطه معايا يا منى؟ مبسوطه ولا متضايقه؟ يا اخويا تف من بقك، يعني ما انت شايف ان الفرحه مش سايعاني. بس لا مؤاخذه لازم امشي. ليه؟ أصلي مش قايله لأمي، وبعدين يعني قعدتنا كده وخروجنا مع بعض غلط. اه صح. صدقي كده انا احترمك اكتر واكتر. تشرب العصير بتاعك وبعدين نمشي. اشرب. اخويا يلا يا اخويا، انت هو وقلعوا يلا عشان تستحموا. ليه يما؟ الله يا واد، انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله، انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتجري فيه؟ دول تلات حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه. هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. اذا كان كده ماشي. كفايه منى بقى يا حبيبتي، اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعه ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. ايوه صلاح باشا. لا معلش، اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا اه رحت المشغل. اه ناس زي الفل. انت بتكتبها على الراجل كده ليه؟ ايه صلاح باشا. اه لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك لي العوزه الثقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوفك قريب. يلا بالسلامه. بالسلامه. انت بتضحكي على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوش اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرضي يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي انا حر.
يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش عليا. روحي حمل عيال احسن ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه، اعملي. موظف الحي موجود في الحاره، لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا شغل اخلص. طب على غيب بسرعه انت قولوا خلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم من قسم التركيبات، دول هركبوا في رمض الحي كله وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. قول اشرب حاجه. سلام عليكم حبيب قلبي. ايوه اوامر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنيلي استني يلا. ولا امشي من هنا. ايه يا باشا؟ وانا اجيب لها ايه؟ ما اجيب لها اكل. انت هتطول لسانك؟ خد فتش الاكل ده. اتكل على الله. ولا يا باشا تتعرفها منين؟ من حارتها يا باشا، حضرتك شفتني قبل كده. اتكل على الله. حاضر. هو انت مش دخلت لها الاكل اللي انا جبت لها الصبح؟ لما عرفت ان انت اللي بعت ما رضيتش تاكل. طب دخل لها الاكل وما بعتها. اه منى عباس. ايوه. امك بعتها لك الاكل ده؟ تعالي يا بنت انتي وهي، ده اكل بيتي. جمك طلعت مره قوله قوي يا بنت في الطبيخ. بتمر مره يشطح بوزك. ايه مره دي؟ لما امي انا تبقى مره، امال امك انتي تبقى ايه؟ امال اختي هي مش مره ولا ايه؟ امال انتي يا بنت الادم، هو لازم تبقى في السجن؟ لا يا حبيبتي انا قلت الادب جوه السجن وبره يعني. انا قلت الادب على روحي. ما تشطح امي. انت يا بنت ما تشطح يا نهار اسود. ما تشطح يا ولد. يا ولد انا نفسك يا ولد. قولي لي ما تشطح. هوريك. لا يا بنت وهي في حاجه ثانيه انا فاهم. وحياه امي لو وريك. ما تحترمي نفسك. توري مين يا مرة؟ بس يا مرة. حاضر يا بيه. من بطل انت هتروحي على النبى والنبى على السجن. احسن ما اشوفش الاشكال الواسخه دي. احنا برضه اشكال واسخه. مش معنى اسكت يا مره ولا امسح بكرامتك الارض. تحت امرك يا بيه. حاضر حاضر يا بيه. يوسف كلبش البنت دي ورميها في الطرق. يلا فهمت. ما تقعد في السجن يا مره. كل واحد تقعد مكانك. اسمع صوتي الحبس. اقفل يا ابني. صلاح باشا نورت. ازيك يا محمد؟ ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ ربع مرفعات نزلت اهي اخيرا. ده نريخ عليها بكام؟ اهو يا عم بكام؟ لو الباشا عارف ان انا خدت منك فلوس هيوديني ب 60 ده. لا حول ولا قوه الا بكام؟ بكام يا محمد؟ لا تبقى المره الجايه لو حضرتك تشوفه يبقى حسب. عامة تشكر. الف شكر يا باشا. سلام يا احمد. سلام يا باشا. ابو الصلح. يا حوده. يا ريس ايه اخبارك؟ ايه؟ صلاح زميلنا في الليسانس. اهلا بيك. صلاح ده موس في المذاكره. لا موس ايه ولا موس ولا حاجه، ربنا يستر السنه دي. ما بشوفكش المحاضرة الأخيرة دي ليه؟ مش فاضي والله، وبديني تليفونك أكلمك. ما أنا قلتولك 100 مرة. معلش دوريك يا مرة. حاضر هرن عليك بس تسجله. أكيد. يلا سلام. أنا لزمت المرافعات نزلت. أه جبتها. ماشي. سلام يا ريس. مع السلامة. مع السلامة.
عامله لي فيها صوراخيه وبتعتزم في الكليه. انا حره ومحدش هيمنعني من حاجه. يا ليه يا بنت انت حره؟ ايه مالك انت ولما تتحبسي وتروحي في 60 داهيه؟ مالك انت اللي يعتزم يعتزم. كلمه واحده اقولها لك قدام امك، مفيش مروحه في الكليه طول ما في اعتصام، ولو عرفت انت رحت في مظاهره او مشيت في اعتصام وربنا ورحمه ابويا هكون ضربك بالنار. ماشي ماشي يا اخويا. بقول لك ايه، تحب اعمل لك لقمه كده تاكلها؟ لقمه ايه بس يما؟ انا سايب شغلي وسايب الاسم يضرب يقلب عشان الهان. عاجبك كده؟ معلش اخوك الكبير ولازم تسمعي كلام. ما هو من ساعة ما دخل الشرطة مفيش على تاني غير اضربك بالنار اضربك بالنار. قولي ده عشان مسك مسدس. يا بنت ده كلام هو انت هتهوني عليه؟ ادخلي ربنا يهديكي غيري هدومك يلا. الطعن على الحكم الصادر ضدك بكافة طرق الطعن مقررة في القانون. الشاي يا حبيبي. مالك يا صلاح؟ في حاجة يا أمه؟ سرحان في إيه يا حبيبي؟ مش خلاص فوقت وبقيت زي الفل؟ كل ما أقرأ قانون أو مذكرة ضميري بيأنبني، مش عارف أذاكر خالص. يا حبيبي ما هو مفيش حد بيفكر زيك كده. يا اما تسيب الشرطه دي بقى. ليه بتقولي كده؟ يا حبيبي الشرطه دي محتاجه ناس قلبها ميت علشان ما يندحكش عليها. مش كل واحد يعيط دمعتين يبقى غلبان وطيب. طب ما النحله بتنزل عسل بس بتقرص. البنت خدت سنه حبس، يعني خربت بيتها، موتت ابوها وحبستها وهي في رقبتها كوم لحم. قطيعه يوم ما اشتغلت امين شرطه كان يوم اسود. او في ناس كبار بيشغلوها، شغلوا ولاد وبنات، عيال مش فاهمه ولا عارفه حاجه. وبيعرفوا امتى؟ لما يتمسكوا ويتحبسوا، ساعتها ما بيشتغلوهاش تاني. خلاص لو تقدر تساعدها ساعدها، اهي بقى لك الثواب. بقول لك ايه؟ قوم ريح نفسك بقى كده من المذاكره ونام لك شويه. معاك حق. انا عايز ارتاح. طب يا حبيبي، تصبح على خير. امال الرز فين؟ هو بيعه. هنا والشفا. حطي لي شوربه. حاضر. بعد ما تاكلي يا سناء ليه الملايات بتاعه اوضه النوم واغسليه على طول. حاضر. ما تلغي المشوار دوت عشان هتعملي النهارده. خليك انت وانا هروح. اي حد فينا يسافر. والله يبقى احسن برضه، لان انا تعبان وعندي صداع ومحتاج انام ساعتين. كنت بقولك ايه يا ست هاني، ده بعد اذنك يعني امشي النهارده بدري واجيلك من صباحيه ربنا الملي كل اللي انت عايزه تغسليه بدري بدري كده. مش هيقضوا في ايدك ساعه، اغسليهم وانزلي على طول. حاضر اللي تشوفيه. خالد انا خايفه. في ايه بس؟ هو يمنعك عني بره الجامعه وجوه كمان؟ لما نشوف بعض جوه الجامعه ده امر طبيعي، انت زميلي انما هنا احنا في الشارع. صفاء انا بقالي اسبوع ما شفتكيش. انت مش متخيله انا نزلت ازاي، ده انا عملت فيلم على ماما. لو صلاح اخويا شافني يا لهوي ده هيسود عيشتي. انا مش فاهم هو ليه مربي لك الرعب ده؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط يا صفاء؟ اه طبعا بنعمل حاجه غلط. ازاي يعني؟ تقدر تقولي لو اي حد شافني وسالك انا اقرب لك ايه هتقول له ايه؟ هتبقي خطيبتي. هبقى مش كده؟ يا صفاء احنا في مكان عام وكل الناس شايفين. يا خالد انا بس اللي عارفه انك انت كويس، بس لو اي حد شايفنا اكيد هيقول غير كده. يبقى اروح اخطبك من صلاح. هيرفض. ليه؟ ما انا جميعي زي زيك ومفيش عيب. وبعدين؟ موضوع الشغل يعني هيتحل ان شاء الله. كمل وبعدين؟ هتصرف يا ستي في الشقه. يا خالد انت ليه مش عايز تفهم؟ انا من منطقه شعبيه، لو اي حد شافنا لا يمكن هيفهم اللي بيننا. يعني واحدة قاعدة مع واحد في كافيتيريا ولا حتى في محل كشري أكيد أي حد هيشوفها هيشك في أخلاقها. أنت بتقولي الكلام ده على أساس إيه يا صفاء؟ على أساس إن أنا يعني من الزمالك؟ طب ما أنا برضو من حتة شعبية. لا على أساس إنك أنت تفهم وتبطل زن على دماغي علشان أنزل قبلك بره الجامعة. ماشي يا ستي تحت أمرك، مش عايز أشوفك. هو يعني يا كده يا كده؟ ما تبطل بواخر بقى. تحب نقوم نمشي؟ أنت كمان هتزعل زي العيال؟ مش هعرف أزعل منك. بطل كلامك الحلو دوت بدل ما اقوم واسيبك وامشي. اهو كلامك بقى ده اللي مش حلو. بقولك ايه يا خالد؟ انا همشي عشان انا جدتي مش خاصه. باي باي. هكلمك صفاء. استني يا صفاء. يا صفاء استني استني بس استني. الحساب الحساب لو سمحت.
صفاء. في ايه يا صلاح؟ صفاء فين يا ام؟ نايمه معايا جوه. ليه يا ابني؟ نايمه ايه؟ ده لسه شايفه بتبص بالشباك يا ابني. يا حبيبي نايمه معايا جوه اهي، تعالى شوف. احنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى. مساء الخير يا ام. مساء الخير. بقول لك ايه، في اكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل. لا انا اكلت سندوتشين كبده بره. صباح الخير. طب يا اخويا ربنا يقويك. شايفه عمايل ابنك؟ انا مش فاهمه بيشك فيا ليه. هو انا بعمل ايه اصلا؟ معلش، مين اللي بيشوفه في الشغل؟ استحمليه. استحمله؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه ومع اصحابي. في ايه؟ هو انا عيل عندي 10 سنين؟ يا بنت، ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في القسم، وكلهم يطلعوا بنات جامعه. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، واذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي ووطي صوتك شويه. ما هو خوفك ده ياما اللي مودينا في 60 داهيه. انت عايزه ايه؟ عايزاني يعني املك اضربه لك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا اضرب انا قلمين على وشي. تصبحي على خير. دي من اهله. اقفش. ايه يا بت، بتحبي ولا ايه؟ يا ريت يا اختي يا ريت. يبقى جوزك وحشك؟ مش متجوزه ولا مرافقه ولا مصاحبه يا بت؟ عايزه ايه يا ولية؟ ما تتلمي بقى. مالك؟ امال عايزه كده تفهميني انك سك؟ لا يا اختي، بحط تل. ما انت ليكي في اللون اهو، بتفهمي في الخمره. اما الملك قاعده مكتومه كده وسكتم بكتم. احكي لك ايه يعني؟ احكي لك ايه بس؟ اسمعي بقى، انا صايعه قوي قوي وافهمها وهي طايره، واعرف عين الست من اول ما ابص فيها. وانت عينك كده سايحه ونايحه وجواها راجل قاعد ومقدد. فضفضي يا حبيبتي، ده انا زي اختك الكبيره. قوليلي ايه بتحبي؟ اللي كنت بحبه مات. الله يرحمه. ده كان ابويا. ارتحتي؟ ابوكي؟ ما كلنا حبينا ابونا. انا بتكلم يا بت عن الحب التاني، الامور. قصدك الحب ابو غرض يعني؟ ايوه، هو ابو غرض ده اللي انا بتكلم عنه. لا يا اختي، عمري ما حبيت، ولو حد كان يبص لي بصه كده ولا كده كنت اخاف منه. الحته بتاعتنا في صنفين من النسوان، يا اما نسوان بتخاف من الرجاله عشان اهلها، يا اما نسوان بتحب المشي البطال زي يعني. ما اخبيش عليك يا حبيبتي، انا الصنف التاني ده. ومش المشي البطال سايقني وبس، لا ده طاير بيا طيران. الله اكبر الله اكبر. على فين يا جدع؟ دورالي، انت كل ما تشوفني تقول لي على فين على فين؟ تكونش اشتريت الحراره ولا ما اعرفش؟ ما انت برضه كل ما تشوفني بتنساني. اه طب اخلع يا خفيف، اخلع. مين؟ انا. انت مين؟ صلاح امين الشرطه. انت عايز مننا ايه تاني؟ ضحكت على البنت لغايه ما قبضت عليها. روح منك لله، ده انت خراب. ليه كده يا حاجه؟ ده انا بالعكس كنت عايز اساعدها. تساعدها؟ تساعدها ولا تحبسها؟ اخذت لها سنه حبس. روح منك لله يا شيخ، حرام عليك. ما تزعليش، اهي سنه تاخدها بالطول ولا بالعرض، بجمله العذاب والمر اللي احنا فيه. على كل حال انا موجود، لو احتجت حاجه كلميني. يا استاذ شيل حاجتك دي، احنا مش عايزين منك اي حاجه يا استاذ. يلا اتفضل يا حاجه، دي حاجه بسيطه عشان العيال الصغير. العيال بخير ومستورين، وانا موصاني ما اخدش منك كفه حاجه، توكل على الله. موصياتي
السلام عليكم. صفاء صفاء صفاء. ايوه صلاح، في حاجه؟ تحب اجيب لك ميه؟ اقعدي. انت كويسه؟ الحمد لله. ليه؟ لو في اي حاجه عايزه تقولها لي قولها لي، احنا اخوات مالناش غير بعض. طبعا يا اخويا، ربنا ما يحرمنا من بعض. امال مين خالد اللي انت خرجت معاه النهارده في الكليه؟ ده زميلي في الجامعه، رحنا نجيب اكل لينا ولزمايلنا، مش هم قالوا لك كده برضو؟ زمايلك اللي بيمشوا معاك في المظاهرات، المظاهرات اللي انا منعتك منها. يا صلاح، ده مستقبلي ولازم اقف جنب زمايلي، دول عايزين يشيلوا التخصص من الكليه. يا بنتي اللي بتعملوه ده ما فيهوش فايده، الموضوع ده مش هيتحل غير مع نقابه الاطباء. كله كلام وبس، ومفيش اي خطوه بتحصل. اللي انا عايزك تحطي في دماغك حاجه واحده بس، انا اخوكي وبكره هبقى ظابط، يعني حافظ عليا، خلي بالك مني. حاضر. وزي ما قلت لك، لو في أي حاجة تعالي قولي لي. حاضر. يلا تصبح على خير. أنت من أهل. أوعى يا واد، أنت وهو تكونوا مزعلين أمكم. لا والله، اسأل إيه؟ بتقولي جالك يعني. اما هو اتبجح صحيح. لا وايه؟ جاب لي شوية كياس مشيته وهو قفاه يقمر عيش. ما سجنني خلاص، عايز ايه تاني؟ يمكن ضميره أنبني. ضمير ايه يا ابو ضمير؟ هو ده عنده ضمير؟ قولي لي احسن، عملت ايه في الاستئناف؟ ولا حاجة. رحت لصاحبتك مديحة تهربت مني، وخالك ايد ورا وايد قدام. المهم فاضل 15 يوم، أنا خايفة الميعاد يفوتنا. انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ قولي لي اعمله وانا اتصرف. اتصرفي، بيعي اي حاجه في البيت. ما انت عارفه كل حاجه يا منى، هو البيت فيه حاجه تتباع، ما انت راسي على كل حاجه. كلمي الواد بلال، الواد جدع وهيساعدني لو هيقدر. بلال ايه بس؟ هو بلال هيعمل ايه؟ هو لو قدر هيعملها، ما قدرش خلاص يما هقضيها هنا سنه ونخلص. النبي حرص، وخالك بعت لنا امبارح 50 جنيه. قولي له يتقي الله، بنت اختك في السجن. اقول لمين؟ ده بلال احن منه عليكي. يلا، المهم خدي بالك من نفسك. انا جايبه لك حته فرخه كده سخنه وشويه بطاطس بدمعه. اكلت ولا جعانين؟ يلا بسم الله كده. مش هوصيك يا اسري، الموضوع ده ما خرجش بيننا. عيب، ده انت اول مره توصلني في طلب، طول عمري انا اللي بقصدك. اسمها منى عباس احمد، موجوده في سجن القناطر. بكره هرفع الاستئناف، لسه عندنا وقت. انت شايف يعني ان في امل؟ على الله، بس الموضوع صعب. شوف لنا اي مخرج، ده انت ابو الاساتذه. هي فيها مخرج لو تهمك قوي. ايه هو؟ هو تصايع يشيل قضيه. سهله دي. هات لي انت بس واد يقول انه بيحبها، وان هو اللي اداها الحشيش قبل ما يتقبض عليها، وانت تشهد انك شفته لحظه القبض على منى. طب سيبني لبكره وارد عليه. وانا مستنيك. ليا كفاية بص بقى في صورة الواحد، صدقيني هنموت من غير ما نشوفه. نفسي أشوف يا ماهر، وبعدين أنا كبرت، المفروض لو شافني دلوقتي مش هيعرف. هو بطل يطلبنا ليه؟ أنت بتسأليه بابا؟ رح أسأليه؟ أعمل إيه؟ الواد وحشني أوي. طب يكتب لنا جوابات يطمنا عليه. إنسانة كده كأننا ما كناش موجودين في حياته. هو ينفع؟ ده زي ابني كسعادية، خلاص كلبه مات، ما بقاش يفكر غير في نفسه وبس. ادعي له بالسماح يا سعادية، قومي نايم، انت تعبانة من سماحية ربي.
هو فين النوم ده؟ خلاص العين جفاها النوم. خلاص خليكي كده، خليكي كده، احرجي في دمك على حته كلب ما يستاهلش. أنا تحت أمرك يا باشا. منى خدت السنة حبس. عارف يا باشا. بنت غلبانة. عايزين نساعدها. ما هي نازلة استئناف، ربنا معاها بقى. بقول لك عايزين نساعدها. مش فاهمك يا باشا. عايزين حد يشيل القضية. هات قهوة سادة يا ابني. بص يا باشا، اتمنى ما اكونش انا اللي في دماغك. لا مش انت، بس انا جاي لك عشان تشوف لي حد. نشوف يا باشا، نشوف بنت حلوه وتتخدم برضه. ما تظبط نفسك يالا، ما تخليش دماغك تروح لبعيد. بعيد قريب، المهم المصلحه تقدر. ماشي، عندك حد يخلص؟ هحسبها لك. اللي هيشيل ده هياخد سنه، 6 أشهر بالميت. هيتظبط بقشين كده، تلاقي كتير يشيله. اجيبهولك امتى؟ اهم حاجه اكون بعيد عن الموضوع ده. عيب يا باشا، انا خليه يسلم نفسه قبل الاستئناف واظبط لك الدنيا. فهمني، اكون بعيد عن الموضوع ده. وانت مين يا باشا؟ انا معرفكش. يا اهلا وسهلا. خالد زميل صفاء طالب ايدها. يا اهلا وسهلا، ده انت شرفتنا. الله يخليك. وانت بقى زميل صفاء في الكلية؟ ايوه، في اخر سنة ان شاء الله. تفضل الشاي. شكرا. لا مؤاخذة بقى، انت بتشتغل ولا ابوك بيصرف عليك؟ والدي راجل على المعاش، والمعاش يا دوب بيكفينا، وساعات يعني اشتغل في الصيف اجيب قرشين يعني يسندوا برضو. وانت بقى عندك شقه؟ انت عارف الجواز شقه. حضرتك شقه الايجار الجديد في كل مكان. ايجار جديد؟ وانت شايف ان واحد في ظروفك كده ينفع يتجوز؟ حضرتك دي ظروف كل الشباب اللي في بلدنا. وصفاء عارفه ظروفك دي؟ ايوه عارفاها طبعا. يعني بتتقبل؟ ادي الهانم اللي انا سمحت لها تدخل الكليه، ادي اللي انا كنت عامل حساب. اهدى يا اخويا، الراجل في بيتنا عيب كده. راجل مين؟ انا مش شايف رجاله. هو ده لو راجل وعنده نخبه يجي لي البيت ويقول لي اللي بيعمل اختي؟ انا مش فاهم انا غلطان في ايه؟ انت هتستعمل انا؟ اهدى يا سيدي. يعني عايز تفهمني انك عمرك ما شفتها ولا خرجت معاها؟ وانا لو عمري ما شفتها اتجوزها ليه؟ ايوه شفتها. وبعدين انت عايز تفهمني ان احنا في سنه 2010 ان في واحد راح يتجوز واحده عمره ما شافها؟ يا حلاوتك يا ابو 2010، انت جاي تحرمنا التربيه في بيتنا انا؟ يا استاذ اختك في كليه مشتركه وليها زمايل واصحاب بقالها اكتر من 4 سنين. زمايل جوه الكليه؟ فهمني يا مفتح، مش بره الكلية. ومين قال لك ان انا مش هطلع بره الكلية؟ تحلف على المصحف؟ تحلف؟ مش هحلف ومش عاوز اتجوز. هو انت بتحقق معايا في قضية ولا ايه؟ على فكرة انت هتكون السبب في عقدتك. بقول لك يلا وراحت ابويا، لو انا وقفت امي لو كنت اضربها بالنار. استنى يا ابني، الراجل ده في بيتنا. انت بتقول ايه برضه راجل ياما؟ استنى يا اخويا. استنى ايه حضرتك؟ واضح ان اخويا محتاجة جنبه في البيت، خليها اخيرا جنبك، خليها. خد بقى يا عم الترشاد، خد اقول لك يلا. ده يا صلاح يا ابني، حرام عليك حرام عليك. طب الواد بيقفل الباب ازاي؟ اهدى حرام عليك بقى. صفاء بنت يا صفاء، احلف لك على مصحف اني عمري ما بيت. اخلصي انت كمان، هتحلفي كذب؟ كلمه واحده قدام امي، لو عرفت اني بتكلمي الواد ده هحرق لك على، ولو عرفت ان دي مش شوفي هيكون لك حرام في عمري. بس بقى انت فاهمه؟ بس فاهمه يا بنت؟ حاضر. ابعد بقى حرام عليك. في ايه يا بلال؟ في ايه سايبت ركبي؟ منى خارجة بكرة، الواد اللي رمالها الحشيش مسكوه خلاص. بتتكلم جد؟ ايوه. منى خارجة بجد يا بلال؟ هتطلع على النيابة وانا اخدها من الاسم. يا صلاة النبي يا حبيبتي يا بنتي. مبروك يا منى. الله يبارك فيك يا صاحبي الماشي. مش عارفة بجد والدي جمالك فين؟ يوسف. نعم. خلصنا الاجراءات بتاعتها عشان تلحق تروح. حاضر اصلاح باشا. بسرعه. حاضر. يا
حبيبتي. الست انت بتعيطي دلوقتي ليه؟ ما هي خارجه. انا مش مصدقه نفسي يا عبد الله يا ابني. لا صدقي. اصلها اتاخرت كتير، انا خايفكم رجعوا في كلامهم. يا ست والله افراج افراج. انا مش مصدقه الغلا لما اشوف في عينيا. شوفي اتاخرت ليه؟ ما انت ليك دليل على الاسم ده. يا جت اهي. يا حبيبتي يما. يا حبيبتي يا بنتي. يا حبيبتي. اسم الله عليك يا قلبي. الحمد لله على سلامة. الحمد لله على سلامة يا سلامة. مش قلت لك هشوفك على اسفلت قريب؟ راجل يعملها لي طول عمرك راجل. الحمد لله على السلامة يا منى. الله يخليك يا عبد الله. بيت صباح اخبارها ايه؟ وراح من الخميس اللي جاي. كفارة يا راجل، أخيرا هتتلم. ما تمدوا شوية يا جماعة عشان أنا بيجي لي أرتكارة من الحساب. الحمد لله شكرا لك يا رب. الحمد لله شكرا لك يا رب. وكمان جيب لي نفسي بعد ما رفضوك في الحي. أنا اللي رفضت نفسي، أنا مش في السكة الشمال. يلا كان دلع سلامتك يا قلب امك. يلا خش يا ولد. تسلم ايدك. ما اعرفش انا بستريح عندكم في البيت ليه. ربنا يريح قلبك يا صلاح باشا. ما بلاش يا باشا دي، مش قلت لك 100 مره؟ يا ولا يا امي كل ما تشوفك داخل علينا تقوم خلع. تفهم الآن ناصر. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكرني كده ولا كده. كده ولا كده ايه؟ ده انا اكتر حاجه بتعجبني فيك اللي انت بنت دوري، ومفيش حد يعرف يهزك. ما انت مصحصح اهو. بص يا منى، انا عايزك تشوف لك شغلانه. حاجه كده تاكلك عيش انت وامك واخواتك. بتجري في البودره. انا بتكلم جد ما بهزرش. منى كمان بهزر. نشوف لك محل في الحاره. محل حلو كده او حاجه تتلمي فيه. الدكاكين في الحاره بقت غاليه. بكام يعني؟ 60 50. يا بت ايجار جديد 10 سنين ولا حاجه، ندفع لنا كام باكو كده. وكل شهر 200 300 جنيه. وما تخافيش، طول ما انا موجود ما حدش يقدر يخرجك منه ابدا. وده هنبيع فيه ان شاء الله؟ اي حاجه، شرايط، افتحي بوتيك، بيع فيه دباديب، اي حاجه. انا بجد كده مش عارف ابص في عينك. ها ليه جمايل مغرقان؟ انت تستاهلي كل خير يا ماما. والله وانا ان شاء الله خلصت لك موضوع المحل ده في ظرف يومين. طب يلا قوم، انا هشوفك بكره صح؟ طب هعد عليك. طب قوم يا راجل عندك شغل. احنا قاعدين شويه. قوم. مع ان والله الواحد ما بيزهق من القعده معاك. يلا. مش عايزه حاجه؟ سلام. الله يسلمك. يلا بقى. يالا انت قطرني ولا ايه؟ لا سمح الله يا باشا، وانا اقدر اقطرك؟ حد برضه يقدر يقطر الحكومه؟ بس انت بالرجوله كلها بتفهم في الاصول ولا مؤاخذه يعني؟ احنا رجاله زي بعض يعني. ولا ما تخليش اشوفك كتير هحبسك. خطفتها من على طرف لساني يا باشا. على فكره انا ساكن هنا، ما تقعد تشرب شاي يا باشا. ما تقعد تشرب شاي هيعجبك، شاي تقيل. منى افتح. تعالوا اقعد يا بلال. مش عيب يا منى، مش عيب يا منى تقعدي انت والجدع ده لوحديكوا، ده حتى اخواتك مش موجودين. ده كلام. يخرب بيتك يا لا، يخرب بيتك. انت بتشك فيا؟ انا ما اقدرش اشك فيك يا منى. طب اقعد بقى اقعد. مش فاهم بس الناس هتقول ايه لما يلاقوك انت وهو قاعدين لوحدكوا في شقه. ناس مين يا بلال؟ ناس مين؟ الناس دي كانت فين وانا مسجونه وما حدش سال فيا؟ أنا عارفة طبعًا إنك أنت راجل وبتخاف عليا، بس ما تنساش أنا بنت مين. الله يرحمه. الله يرحمه بقى. وبعدين الجدع غرضه شريف. جايب لي شغلانة نظيفة آكل منها لقمة أنا وإخواتي، أقول له لأ؟ لا إذا كان كده تمام، بس خلي بالك من نفسك يا منى. ما تخافش عليا. هي الولاية مراتك خلفت ولا لسه؟ لسه. ولولا إنها بنت حلال كان زماني متجوز عليها. طب ما توديها تكشف. الله يغلبنا يا منى، بس ربك بقى لما يعيد. استاذن انا احسن حد يقول ان انا قاعد معاك لوحدي. لا وانت جذاب. يا عجينه تعال خد الموسيقى.
جدعاني وانا ملهولك بضاعه. يا رب. الف 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 مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. مبروك يا منى. الله يبارك فيك. اتفضل اقعد اتفضل. بسم الله وبركه. والله عملت الصح يا باشا. الف شكر شكر. شكله مقبل على البيت. اكيد مش جاب لها محل بحاله. هو اللي شاري المحل ده؟ اه حكومه وقادره. بعد اذنك. ليه؟ مش محتاج اقول لك انا مش عايز قلق هنا. وربنا يا باشا ما هيحصل قلق خالص. انا ما كنتش عايز اجي معايا يا باشا. اشربوا الحاجه الساقعه واتكلوا على الله. شربناها. ايه رايك يا عم سعيد؟ حاجه حلوه قوي. اتفضل هنا مع الرجاله اشرب حاجه ساقعه. ماشي. اتفضلي يا ست الكل. تتجوزيني؟ تتجوزيني؟ ايه؟ عايز اتجوزك. تشربي حاجه؟ لا. خلي بالك انت من ساعه ما قعدتي ما فتحتش بقك. هقول ايه بس؟ ما انت ملخبط. بص يا منى انا هجيب لك من الاخر. انت عارفه ان انا بدرس حقوق عشان حلم حياتي اللي انا علق الدبور. ما هو ده اللي انا بقوله. معقول يا بنت هتتجوزي واحد ظابط؟ مش معقول. ليه؟ بس جواز بينا وبين بعض يعني. يعني ايه؟ عرفي. عرفي؟ اه عرفي زي الرسم بالظبط. لغايه ما علق الدبوره كده عايزك تقفي جنبي. يا نهار اسود. بعد ما تفرحني تقوم تكتمني كده؟ عرفي ايه يا صلاح باشا؟ ولا مؤاخذة يعني عشان احنا مش قد المقام؟ هو العرف ده هيبقى رسمي بس على الدبور. انت عارف ان هما بيعملوا عننا تحليات جامدة قوي. التحليات هتفضحني. يا بنت انا بحبك عايزة. وانا موافقة يا صلاح باشا. يبقى ربنا يتمم بخير. تشربي حاجة بقى. اتنين شربات يا متر. إنه في يوم الاثنين الموافق 5/8/2010 قد تم تحرير عقد زواج عرفيا بإيجاب وقبول صريح بين طرفي التعاقد السيد خالد عبد السميع عبد الله والسيدة صفاء يونس، وقد أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد وبحضور الشهود. تفضل حضرتك يا مدير. التوقيع النسختين بعد إذنك. النسخة الثانية من فضلك. وحضرتك وقع. النسخة الثانية. ألف مبروك يا أستاذ خالد. ألف مبروك. ألف مبروك. تشربي حاجة؟ لا. خلي بالك. انت من ساعة ما قعدتي ما فتحتش بقك. هقول ايه بس؟ ما انت ملخبطني. بص يا منى انا هجيب لك من الاخر. انت عارفه ان انا بدرس حقوق عشان حلم حياتي اللي انا علق الدبور. ما هو ده اللي انا بقوله. معقول يا بنت هتتجوزي واحد ظابط؟ مش معقول. ليه؟ بس جواز بينا وبين بعض يعني. يعني ايه؟ عرفي. عرفي؟ اه عرفي زي الرسم بالظبط. لغايه ما علق الدبوره كده عايزك تقفي جنبي. بعد ما تفرحني تقوم تكتمني كده؟ عرفي ايه يا صلاح باشا؟ ولا مؤاخذة يعني عشان احنا مش قد المقام؟ هو العرف ده هيبقى رسمي بس علق الدبور. انت عارف ان هما بيعملوا عننا تحليات جامدة قوي. التحليات هتفضحني. يا بنت انا بحبك عايزة. وانا موافقة يا صلاح باشا. يبقى ربنا يتمم بخير. تشربي حاجة بقى. اتنين شربات يا متر. إنه في يوم الاثنين الموافق 5/8/2010 قد تم تحرير عقد زواج عرفيا بإيجاب وقبول صريح بين طرفي التعاقد السيد خالد عبد السميع عبد الله والسيدة صفاء يونس، وقد أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد وبحضور الشهود. تفضل حضرتك يا مدير. التوقيع النسختين بعد إذنك. النسخة الثانية من فضلك.
حضرتك. بس اتمنى الف مبروك استخدام. الف مبروك. الف مبروك. خلي بالك لما بتيجي المحل بيهوى. ليه بقى؟ وش وحش عليك ولا ايه؟ مش القصد يا باشا، بس انت وشك بطاقة، الناس بتقلق تشتري وانت موجود. اشتري انا، هاتيلي زبدة الكاكاو. وبعدين يا ست بناقص حد يشتري منك الشوية اللي احنا قاعدين مع بعض. انت ما عندكش كلية النهاردة؟ خلاص الامتحانات قربت وانا عندي اجازة. ارتحتي؟ طب اشرب الشاي لحسن يبرد. انا والله ما عارف ايه الجواز اللي مع قف التنفيذ ده. انا مش اتجوزنا عرفي؟ ما تيجي نشوف لنا شقة كده ونتلم فيها انا وانت. ده انا ممكن اخد امك واخواتك وتخلعي من الحارة دي. وانا ما رفضتش، بس الجواز عرفي في الضلمة يعني، وانا ما عنديش حاجة اخبيها. من الاخر كده انت اللي مستعر مننا. الله، ايه الكلام ده يا منى؟ خلاص يبقى في وسط الحارة وقول انا عايز اتجوز منى بنت زيزو. انت عارف اللي انا مقدرش اعمل كده دلوقتي. امال هتعملها امتى؟ لما تركب الدبورة. امال وافقتي نكتب عرفي ليه؟ برد لك جمايل. انت بتستعبطي؟ في واحدة بتتجوز واحد عشان ترد له جمايله؟ ده انا بقول عليك بنت مفتحة. وانا ما اتأخرتش، ده يبقى يوم المنى لما تطلب تتجوزها. بس حتى كتب القانون اللي انت عمال تذاكرها دي بتقولك ان الجواز اشهار. ده انا كنت بتضحكي عليا. بتنيمين يا صلاح؟ افهمني. صلاح باشا يا منى. يا سلام، اتعفرت دلوقتي عليا لما قلت لك يا صلاح؟ يا اخويا ده انت اللي قعدت تتحايل عليا اقول لك صلاح حاف. من الاخر كده في فرق بيننا، يا اما انت تنزل لي يا اما انا اطلع لك. وانا مش هينفع اطلع، يبقى انت اللي تنزل. براحتك يا منى. على فين يا باشا؟ في ايه يا بنتي؟ حصل ايه؟ عايز كل حاجه ببلاش. هيرجع هيروح فين يعني؟ ايه النمره دي؟ الو الو، انا اسمي منى، زي ما تقولي كده يعني خطيبه اخوكي. ايه؟ هو صلاح طبعا هيقول لكم على الموضوع، بس تلاقيه مأجلها شويه لحد ما ياخد الشهاده. انا قلت يعني احنا بنات زي بعض واكيد هنفهم بعض. طبعا اكيد. اخيرا صلاح عرف واحده. بجد انا مش قادره اقول لك انا قد ايه مبسوطه. بس بقول لك ايه، انا لازم اشوفك. لا لا طبعا ما تخافيش، مش ممكن يعرف. بكره لو عايزه. ماشي، سلام. طب ولو عرف انك كلمتيها؟ ما يعرف، هو فاكر يعني جوازنا كده هيفضل سكتي؟ يا ضنايا الراجل شريكي ما تضيعهوش من ايديكي. مش هيضيع يا اختي، اطمني اطمني، ده لبدلي. ده انت في حياتك ما عملت الحركات دي مع راجل، مش عاجب المره دي، ايه اللي حصل لك؟ والنبي يا اما سيبيني سيبيني كده العب اللعبه دي على رواق. ايوه يا منى، انت انا فين؟ هنا يا صفاء اهو، انا قاعده بقالي ربع ساعه مستنياكي. انا هنا اهو، رافعه ايدي لابسه شار بحر. شفتك شفتك، تعالي. ده انت زي القمر. ايه بيقولي لاخوكي؟ طب اقعدي تشربي ايه؟ بقول لك ايه، انا اللي عزماكي، وما تعمليش فيها حركات بنت البلد دي لحسن مش شاربه حاجه. ماشي يا ستي، انا معزوم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وانت ما صدقتي ولا ايه؟ انت بخيله زي صلاح؟ قولي لي قولي لي احسن، انا حاسه اول مره اكتشف صلاح. لا هو ان جيتي للحق يعني هو حنين، واللي في جيبه مش ليه. طب احكي لي، انت تعرفوا بعض ازاي؟ يعني انت زميلتنا في الجامعه؟ لا انا مش مكمله تعليم. غريبه، اصل اكيد صلاح بيحبك قوي. ليه؟ ما تزعليش مني، اصل صلاح طول عمره كان نفسه يتجوز واحده جامعيه.
هو ما لمحليكيش بحاجه كده ولا كده يعني؟ لا خالص، هو انا وصلاح اخوات، بس زي ما تقولي كده بينا وبين بعض حواجز. يعني هو بيخاف عليا قوي وما بيحبش، او بمعنى اصح بيتكسف يتكلم معايا في موضوع المشاعر. مقفل؟ ما انا عارفه صلاح، انت هتحكي لي عنه. الا مقفل ده رفض زميلي في الجامعه لما جه يتقدم لي لمجرد ان احنا خرجنا مع بعض بره. يا نهار اسود، وعمل ايه؟ عمل ايه؟ ده شتم وهزق وطرده، وبصراحه بقى مش عارفين نعمل ايه. ان شاء الله كده لما موضوعنا يبقى رسمي هسلك لك امورك. يا ريت يا منى يسمع من بقك ربنا، احسن احنا بصراحه واقعين في مشكله جامده. مشكله ايه يا اختي بعد الشر؟ احكي لي. لا هو انت يعني عايزه على طول كده تعرفي كل حاجه؟ ما انت هتحكي لي هتحكي لي النهارده بكره، هبقى مرات اخوكي. وانا يا ستي حماك. قولي لي بقى صلاح تقدم لك ازاي؟ مش فاهمه يعني. يعني الشكل الارتباط كان عامل ازاي؟ جيل مامتك جيل باباكي؟ عادي يعني، اتقدم لي قرينا الفاتحه ولبسنا دبه. غريبه قوي، امال ليه يعني ما جابلناش سي؟ ما هو مستني ينجح ويعلق الدبور. انت حكايتك حكايه يا بنت يا صفاء، قلبي معاك. مش عارفه اعمل ايه يا ماما، انا اول مره احكي لحد مشكلتي. انا رايي يعني قولي له واللي يحصل يحصل. لا طبعا مش ممكن، انا خايف. يا سلام، انت عايزاني انا اللي اقول له يعني؟ وانا قلت انك انت اللي هتحلي لي مشكلتي. يا حبيبتي الصبر لما يفتحكوا في موضوعي فتحي انت في موضوعي. طب انا هقول لك على حاجه، انا النهارده هحاول افتحه في موضوعك. هو اليومين دول شايفاه مبسوط وفرحان عشان قرب يعلق الدبور. يا رب يا اختي يا رب. حاولي كده انت، حاولي. والنبي يا اخ شوف لي كده صلاح سعيد نجح. ايوه نجح وجاب جيد كمان. متاكد؟ ايوه نجح. رد بقى، ده انا عايزه افرحك. هو ما ترد. ايوه مين يا اللي بتخبط؟ مين؟ يا ايه صلاح؟ ايه يا صلاح، ما انت معاك المفتاح يا حبيبي. معايا المفتاح بس ماليش مزاج افتح، لازم كل البيت يصحى. انا نجحت يا امه، نجحت يا ام صلاح. نجحت يا اخويا. الف بركه، الف بركه يا حبيبي، الف بركه. صلاح بيه يا بنت، يعني تقف انتباه وتديني تحيه من النار. تمام يا حضره الظابط. يا ما انت كريم يا رب، الله انت صبر خير يا رب. دي الجاي مش زي ناس. قصدك ايه يعني؟ كل ده عشان جايبه التقدير الشعبي؟ انا النهارده ملك ايديكم، اطلبوا اللي انتوا عايزينه، اكل شرب لبس مصيف، اطلبوا. ان شاء الله يخليك لينا يا حبيبي. بقول لك ايه، عايزك بقى تفكر في الجواز عشان تبقى الفرحه فرحتين. ان شاء الله يا رب، بس لما ابقى نقي بتعيلي انت. ربنا يخليك ليا يا رب. قولوا لي بقى عايزين ايه قبل ما ارجع في كلامي. انا عايزه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ماشي، النهارده تكون عندك. وانت يا حبيبي. وانا يا حبيبي. عايزه اشوفك كده لابس البدله الميره علشان املى عيني منك يا ضناي. ان شاء الله يا ام. الو؟ ايوه صفاء. ايوه يا منى، ازيك؟ صلاح نجح. عرفنا ان هو نجح، لسه مبلغنا حالا. هو لسه جاي. وبعدين يعني مش هنقضيها تليفونات كده، خلينا نشوف بعض. ايه ده، معقوله النهارده؟ يا اختي مش معقول. ليه؟ مش هبقى مرات اخوكي يعني؟ سلام لحضره الظابط. مع السلامه، باي باي. صفاء، صفاء. الله، شكلي حلو في البدله؟ طبعا زي القمر، احلى ظابط في الدنيا. الله يخليكي. ايه ده، طب هتقلعها ليه؟ ما ينفعش البسها دلوقتي، هلبسها ساعه التخرج. طبعا انا معزومه. اول واحده انت وماما طبعا. طب مش هتعزم حد تاني؟ طبعا هعزم كل اصحابي في القسم، كلهم جايين. لا انا مش قصدي اصحابك في القسم. خد علقه دي جوه. حاضر. انا مش قصدي اصحابك في القسم. امال مين؟ يعني حد يهمك. زي مين يعني؟ قولي لي اكون ناسي حد. هي واحده. واحده؟ خالتي هدى؟ هعزمها طبعا. لا خالتك هدى ايه؟ انا بتكلم عن منى. منى مين؟ منى خطيبتك يا صلاح اللي انت مخبي علينا. ايه صلاح، مالك في ايه؟ انا كنت فاكراك هتفرح. انت تعرفيها منين وقابلتها فين؟ ولا حاجه، هي كلمتني في التليفون وانا نزلت قابلتها. وانا طردور في البيت؟ تخرجي من غير اذني؟ تروحي تقابلي واحده ثوابي من غير ما تقولي لي؟ ثوابي؟ دي بتقول انها خطيبتك.
بنتك. كدابة! دي بنت لابط! أنا كانت تصعب عليا يعني بعطف عليها! دي بنت تاجر المخدرات اللي أنا موتته! يا نهار أسود! طب أنا أعرف منين؟ عشان حمارة وغبية! عشان لما واحدة تكلمك المفروض تيجي تتصل بيا وتقولي لي إيه اللي حصل! أنا خطب واحدة زي دي ما شفتيش منظرها؟ لبسها! أنا شايفاها كويسة أوي! وأنا بقى هوريها! وهوريك أنت كمان! ولما تيجي أمك عايزة أعرف إزاي أنت خرجت من غير إذن! التليفونات بدأت تقل ليه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مش عارفه والله يا فندم، رغم ان مفيش اي حاجه ناقصه، حاجه غريبه فعلا. ما تتصرف يا استاذ تمام، اتكلم مع الناس، ما تقفلش معاهم، حسهم على الاتصالات، لاغي الهوا. الاغي الهوا؟ حاضر، هلاغيه ان شاء الله. ان شاء الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ولا يهمك، انا بكره هظبط مع شويه بنات صحابي يتصلوا او يعملوا لنا حركه ويكتموه. انت ايه بتقولي ده يا بيه؟ ايه هننصب على الراجل ولا نصب ولا حاجه؟ كل القنوات بتعمل كده. سيبني انا بس اتصرف. تصرفي. بقول لك ايه، هنروح سوا النهارده، انا دماغي مقلوبه عايز اقعد معاك شويه. لا هو النهارده بصراحه مش هينفع، انا عندي مشاوير كتير مع ماما. النهارده بالنسبه لي يوم مقفول، خليها بكره. هو ايه كل يوم مقفول؟ كل يوم مقفول جرى ايه يا ست امين؟ ده احنا لسه متجوزين. ما انت عارف ظروفي وقبلت بيها. عموما ما تزعلش، انا هعوضك. ايه يا منى؟ انت نسيتي نفسك يا بت؟ عايزاني ارجعك السجن تاني؟ في ايه يا صلاح؟ مالك؟ مش بقولك نسيتي نفسك؟ اسمي صلاح باشا. مالك ومال اختي؟ بتلف عليها ليه؟ انت فاكره لما تعملي كده هعرفك على امي واختي؟ ولا ادخلك بيتنا؟ دي يبقى بتحلمي لما تشوفي حلمت ودنك. ولا تكوني فاكره لما بطلع اقعد معاك شويه في البيت؟ بتطلع عندي تقعد في البيت والورق اللي بيننا؟ الورقه دي بقى تبليها وتشربي ميتها. ايه الام واختي يا منى؟ ابعدي عن طريقهم، هفعصك يا منى زي السرطان تحت جزمتي. مش كفايه ان انا فاتح لك محل ولميتك من الشارع، بتصرفي انت وامك واخواتك منه؟ ما تحمدي ربنا بقى. لا يا اخويا ما تزعلش نفسك، المحل بتاعك اهو والبضاعة بلحة. صاحب المحل أظن عارف مكانه فين، ابقى اطلع له وقطع العقد. أصله بيخاف منك يا حضرة الظابط. آه. شغل الرجل ده ما يتعملش معانا يا بت. لمسح بكرامتك الحارة. أنتِ والمحل وصاحب المحل تولعوا بجاز وسخ. اللخت يا منى. الو مين؟ ايوه يا باشا يا بتاع الحكومه، روح شارع العرايس نمره 40 شقه 5 وشوف الانسه اختك بتعمل ايه. انت مين يا بنت؟ الو امه. يا اخويا فين؟ مالك؟ صفاء فين؟ ايه صفاء بقت عند خالتها؟ مش هناك، البنت مش هناك وتليفونها مقفول. صفاء فين؟ انا عارفه بقى، حلم حلم كان زمانها جاي. فضلت تدلع عليها لغايه ما طلعتيها. طيحتي يا امه. يا لهوي صلاح، وين صلاح؟ فين يا صلاح؟ يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي. ايه ده، انت مستني حاجه؟ لا خالص، انا اروح اشوف مين. تمشي في جنازته؟ ما انت تلت ابويا ومشيت في جنازته. هي اختك احسن من ابويا؟ انت تعملي فيا انا كده؟ اشرب يا صلاح وبكيف. ابوك كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. المسدس كان صوت. ما ايش عرفني؟ انا قتلته وهو بيصلي؟ ابوك كان تاجر مخدرات وانت اكتر واحد عارفه. انا كنت بقضي واجبي. وانا كمان كنت بقضي واجبي. اختك فرع مايل في عيلتكم، ما اقولكش هسيبك مغفل. انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟
دي بقى الحاجة الوحيدة اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك انت. ضيعتيني. انت اللي ضيعتني. انت عايزة مني ايه دلوقتي؟ جاي تتفرج عليا وحبل المشنقة حول رقبتي؟ عايزة مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجة في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفة انا نفسي فيها يا منى؟ اشرب من دمك. بالحق يا صلاح، البدله لايقه عليك. هي صح من غير دبوره بس حلوه. مبروك. سلام.